من قلب العاصمة السعودية الرياض، أهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج كورة من الموسم الثاني عشر على خليجية، مع تركي العجمة. الناس خليك شديد الباس، شامخ وعالي الراس، يخبر معاك الله، يخبر يخبر يا عشق الناس، خليك شديد الباس، شامخ وعالي الراس، ويخبر معاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش في أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعلوي الحلقة. الأخضر يكسب في تنام ويتقدم خطوة نحو المونديال. رينارد: لم نحسم التأهل وعانينا من سوء أرضية الملعب. لجنة الانضباط ترفض احتجاج الهلال ضد مشاركة النجاز. نهائي آسيا، الجماهير تحضر بكامل الطاقة الاستيعابية. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيفنا الكرام معنا في الاستديو ماجد تويجري أبو تركي. هلا وسهلا فيك. هلا والله بوجود. يا مساء الصدارة، يا مساء الفوز المتكرر. أخضر يفتح النفس صراحة، صرنا رجعت هيبة الكرة السعودية، اللهم لك الحمد. الحمد لله. أبو فيصل هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. أبو نايف يا هلا ويا مرحبا فيك وفي الأخوة المشاهدين والمستمعين والزملاء الكبار الموجودين. أبو عبد الله هلا وسهلا. هلا وغلا بوجود، وفرصة طيبة نلتقي هنا مع الشباب والنجوم أمام وخلف الكواليس، وألف ألف مبروك للأخضر، ومن انتصار لانتصار بإذن الله. الحمد لله، اليوم كانت خطوة مهمة في رحلة المنتخب للدوحة، والمباراة كانت واضحة صعوبتها من نتيجة النتيجة. خدمتنا المباراة الثانية يعني مع المنتخب الأسترالي تعادل، لكن المنتخب الياباني فاز، والواقع واقع الحال يقول أن المنتخب السعودي مو حاطط عينه على أي أحد في المجموعة، مش متابع يعني، وخلينا نقول مش شايل هم النتائج الأخرى، لأنه واضح أنه بإذن الله بيأخذ الانتصارات بذراعة، يعني مو محتاج أحد. لكن أيضا النتائج في مجملها مريحة، تعطي مساحة للمنتخب السعودي في الصدارة. راح نتكلم عن المباراة اليوم بالتفصيل، راح نتكلم عن حظوظ المنتخب السعودي وين واصله في الرحلة للدوحة، نتكلم عن فرق المجموعة، وراح نفرد مساحة كبيرة كبيرة اليوم لمباراة المنتخب أمام المنتخب الفيتنامي. نتابع التقرير.
نجح المنتخب السعودي في تعزيز صدارته للمجموعة الثانية بعد تجاوزه لمستضيفه المنتخب الفيتنامي في اللقاء الذي جمعهما على ملعب ماي دينا في العاصمة هانوي لحساب الجولة السادسة من التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022. شوط أول لم يحمل الكثير بين طياته، وكاد صالح الشهري أن يشعل الأجواء مبكراً، لكن رأسيته أخطأت الشباك بعد 3 دقائق. مع مرور الوقت فرض لاعبو الأخضر سيطرتهم على مجريات اللقاء في ظل تراجع المنتخب الفيتنامي والاعتماد على الهجوم المرتد. نصف ساعة والشباك الفيتنامية تهتز بعد عرضية جميلة من فهد المولد، حولها صالح الشهري برأسه، لم ينجح الحارس الفيتنامي من اللحاق بها ليتقدم الأخضر بهدف. الشهري حط الكرة في المرمى وتقدم الأخضر بالهدف الأول. بعد الهدف استمرت أفضلية لاعبو الأخضر الذين حاولوا تعزيز النتيجة وسط بقاء لاعبي أصحاب الأرض في مناطقهم الخلفية، لتحضر صافرة السوري حنة حطاب منهية الشوط الأول بتقدم المنتخب السعودي بهدف دون ربط. مع بداية الشوط الثاني سنحت رسالم الدوسري فرصة مضاعفة النتيجة، لكن تسديدته انتهت في أحضان الحارس تانك ترون. 10 دقائق وعبد الإله العمري يرتقي لعرضية ويرسل رأسية مخادعة والعارضة تمنع ثاني الأهداف للأخضر. خرج لاعبو المنتخب الفيتنامي من مناطقهم بعد ساعة من اللعب، لكنهم لم يشكلوا خطورة حقيقية على مرمى محمد الربيعي. في المقابل البديل فراس البريكان يخطف كرة من المدافع تانك شونغ ويمرر كرة عرضية تجد فهد المولد الذي لم يتوانى في ترجمتها في الشباك، لكن الحكم يلغي الهدف بعد العودة للفار. الآن القرار عند الدولي السوري السيد حنا يعطي قرار النهائي، نعم يشير إلى ماذا؟ إلى إلغاء الهدف. رمى المنتخب الفيتنامي بثقله للأمام في الوقت المضاف بحثاً عن خطف هدف التعادل، وشن لاعبو عدد من الهجمات على مرمى الأخضر، لكن المراد لم يتحقق لتنتهي المواجهة بانتصار المنتخب السعودي بهدف نظيف وصل به صدارته للمجموعة ورافعا رصيده ل16 نقطة، فيما استمر المنتخب الفيتنامي متذيلا للترتيب بدون أي نقطة. الأخضر سيواجه في الجولة القادمة شقيقه المنتخب العماني، فيما ستلتقي فيتنام أستراليا. ماجد، امس واحنا طالعين من هنا من الاستوديو قلت لي مباراة صعبة بكرة، صعبة صعبة من المنتخب الفيتنامي، وقلت لك انا غريبة ليش يعني عدينا مباريات اقوى منها، ليش خايف من بكرة؟ فعلا اليوم المباراة كانت صعبة. شوف، اول شيء لابد نؤكد ونشدد على انه منتخب فيتنام اللي كنا نهزمه بارقام واهداف يعني كثيرة تطور وتطور بشكل كبير، وانعكس هذا على الشكل العام لمباراة اليوم، ومسألة أنك تفوز بهدف يتيم، وإن كنت متأكد بأنه الحكم السوري حرمنا من هدف صحيح 100% لفهد المولد، لكن إحنا نتكلم عن بصراحة بوجود منتخب لعب بهدوء، خطط للهدف ووصل له بأقل مجهود. واليوم لازم نشدد على أنه تتغير الأسماء ويبقى الانتصار هو العنوان الرئيسي والحقيقي للأخضر السعودي في هذه التصفيات. وبالنسبة لي أنا أشوف أنه الجيل الحالي إحنا ما نبغى نضخم ونفخم بالإطراء كثير على أساس أنه ما يجي يوم من الأيام ونندم أنه اللاعبين بدوا يأخذون ثقة زيادة، وبأحيانا الثقة تتحول إلى غرور، لا، لكن نقول بكل صراحة لازم تعطي هذا الجيل حقه. أنا من وجهة نظري أنه
من بعد جيل الأربع وثمانين في الترابط والتماسك، وأمس صالح خليفة كان مكاني هنا كيف يتحدث عن الألفة اللي كانت موجودة، عن الروح العالية اللي كانت موجودة، عن مو مهم من يسجل، المهم المنتخب. اليوم أنا أشوف هذا أفضل جيل بعد هذاك الجيل بصراحة، يعني أفضل من الجيل اللي ودانا إلى روسيا بلا أدنى شك. وأنا أقتبس من تغريدة الأخت أضوى العريفي اليوم تقول وحيدا بالصدارة وحيدا بلا خسارة. هذا ليش تم؟ تم يا بوجود لأنه إحنا عندنا عمل تكاملي في المنتخب السعودي الأول، وأقولها وأكررها على أعلى مستوى، تتحدث عن كل شيء في المنتخب، تتحدث عن كل شيء، عن اهتمام وزير، عن اهتمام مسؤولين بالوزارة، عن اهتمام رئيس اتحاد، عن اهتمام أمين عام، تتحدث أيضا عن إيش؟ عن مدرب على أعلى مستوى عارف وش يبغى من كل شيء. يعني لما تجي لمباراة فيتنام يديرها بهذا الشكل ويحقق الانتصار، تجي للصين نفس الطريقة، تجي لليابان نفس الطريقة، تجي لأستراليا نفس الطريقة، إلى درجة أنه قلت يوم من الأيام تبونا نلعب نهزم البرازيل عشان تقتنعون أنه هذا الجيل جيل مهم وجيل حيوصلنا إلى كأس العالم. وأنا متأكد أنه حيوصلنا، متأكد وواثق مثل ما أنا واثق أني أشوف تركي العجمة الآن في برنامج كورة، وما حيوصلنا وبس، إذا ربي حمى هؤلاء الجيل من الإصابات. يا أخي اليوم لما تشوف سلمان الفرج، قل لي من هو اللاعب الأجنبي اللي كل الأندية 16 فيها 7 لاعبين أجانب، من هو اللي أحسن من سلمان؟ إيش هذول اللي لما يجي واحد يقول مفروض ذا يلعب في أياكس ولا يلعب مدريد، يقول لك وين يا حبيبي يلعب وين؟ أنت جايب لاعبين لعبوا هناك، وهو سلمان فرج ولا سالم الدوسري ولا سلطان الغنام ولا غيره، ياسر الشهراني وعبد الله العمري وعبد عليها، حتى الشاب الحارس الجديد، في منتخب بوجود متكامل، وفيه مدرب عارف وش يبغى من كل مباراة، إداري حاط الفلاشات والظهور الإعلامي على جنب ومركز عامل فوكس اللي هو حسين الصادق، فهد السليم وما يقدم من عمل، الدكتور صالح الحارثي، أوكي، كل هذا نتج عنه منتخب صراحة مبهر، منتخب يعطينا الثقة. اليوم والله يا بوجود والله الواحد صار يقعد يتفرج على المباراة وهو عارف أن الثلاث نقاط جاية. ليش صارت هالثقة؟ عادت هنا هيبة الكرة السعودية، أيضا هيبة الكرة السعودية ليس فقط على مستوى المنتخب الأول، على مستوى المنتخبات السنية، وأضف إليها اليوم الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، والهلال واصل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بمعنى سنوات العجاف والضعف والهشاشة اللي مرت فيها الكرة السعودية الآن مع هذا العمل الإداري والفني تتلاشى، ونشاهد تفوق في الأندية وتفوق في المنتخبات، وإن شاء الله فعلنا التأهل بإذن الله. أبو فيصل، والله شوف أنا قلتها من قبل كذا، يعني موش بس فوز اليوم، إنه الأهم في هالتصفيات إنه هيبة الكرة السعودية هي اللي رجعت. كنا يعني مرنا بسنين عجاف حقيقة، نلعب مع أستراليا، نلعب مع اليابان، وإحنا أبدا يعني ضامنين مثل ما قالوا الخسارة، ما احنا ابدا مطمئنين للمنتخب ولا متفائلين فيه. لا، الحين نزعل على نقطه ناخذها من استراليا في استراليا وله عاجبنا، يعني فيه يعني حتى تشوف الجمهور حقيقه، شوف مع هالجيل مع هالمستوى والنتائج اللي قاعده تصير، حتى الجمهور السعودي لغته اختلفت مع الانتصارات، مع عوده هيبه الكره السعوديه، تشوف كل الجماهير الرياضيه بمختلف ميولها خلف الاخضر، الكل متحمس لمباراه الاخضر، الكل ينتظر الاخضر متى يطل عشان يشوفه ويشوف الهيبة. أنا ما أشوفها بس في حقيقة على المستوى بس السعودي، يا أخي شوفها على المستوى العربي، ادخل بس السوشيال ميديا وشوف وش قاعدين يقولون العرب والخليجيين أخوان الخليجيين على المنتخب السعودي، وإنه كيف غير المعادلة في القارة. المعادلة اللي كانت تقول إن أستراليا، كوريا الجنوبية، اليابان متسيدين القارة، وإنه هذول هم فعلا فارقين عن البقية، لا، تغيرت تماما في هالتصفيات مع المنتخب. أنا أضم صوتي لصوت ماجد إنه هذا الجيل، أنا ما أقول لك يمكن من أفضل الأجيال اللي مرت على الكرة السعودية. إحنا مشكلتنا إنه الماضي دائما جميل عندنا، وماضينا الحمد لله كان جميل، لكن نعشق الماضي دائما. لو تجي هذا تقول لك أيام الجامعة كانت أحلى أيام، وهي في ذاك الوقت أسوأ أيام حياتك، بس نعشق الماضي. هالجيل فيه لاعبين ما كانوا مو موجودين في تاريخ الكرة السعودية،
على المستوى المهاري الانضباطي، على مستوى حتى التفكير والعقلية الاحترافية ما هم موجودين. أسماء حقيقة ما تشوفها. في أسماء، أنا عشان بس ما ندخل في جدريات أسامي وما أسامي ونمتدح لاعب على حساب لاعب، في أسماء هي الأفضل في تاريخ الكرة السعودية في مراكزها، بس إحنا مرينا بعشر سنين من التقزيم للأخضر. إحنا كنا نجلد أنفسنا مع كل خسارة، مع كل تصفيات السنين اللي مرينا فيها، فنجلد الأخضر والجيل الحالي وإنه ما عندنا نجوم ولا عندنا أحد، واستمرت هذه معنا. لكن لازم نعطيهم حقهم، حتى اللي يقول لك لا يعني نكلهم المديح وما أدري إيش وين يوصلون، يا حتى عقليتهم احترافية. فيتنام كانت الأخطر علينا، وقلت لك أنا إنه مسألة الحالة الفنية اللي واصل لها الأخضر والنتائج حتى اللي تحققت. لكن قلت لك إني مؤمن أيضا إنه عقلية اللاعبين يعني بهالأسماء مع هذا المدرب أيضا إنه لا تحترم كل الخصوم، وضرب لنا أمثلة بما يحصل في غرف الملابس في هذا المنتخب في هذا الجيل، يعني من فعلا نصائح أخرى. فيتنام كانت الأخطر علينا، أنا أقول في هالتصفيات كلها، أولا لعبنا معها في بداية المشوار وكانت هذه أهم مباراة، ممكن حتى لو تعثرنا فيها يعني لا سمح الله في أول مباراة كانت بتأثر حتى على نتائجنا، على ثقة الجمهور السعودي. الحين نجي نلعب معها مع المنتخب المتطور جدا، يعني مش فيتنام الماضي ما حد لحد يعتقده، شوف نتائجه كلها مع المنتخبات، ما هو قاعد يخسر إلا بصعوبة، وتلعب مع فريق خاسر كل مبارياته بصعوبة ولا عنده أمل وعلى أرضه. كانت مباراة صعبة، لكن شكرا فعلا لهذا الجيل اللي أعطانا الثقة في الكرة السعودية، أعاد هيبة الكرة السعودية من جديد، لا مش على مستوى النتائج فقط. احنا وصلنا ترى في سنوات ماضية لكأس العالم، كأس العالم في أوقات يعني بالنسبة لنا ما أصبح هدف، هذه سادس مرة إن شاء الله بإذن الله بنوصل له. لكن لما توصل بهيبتك وتوصل بالنتائج والمستوى هذا يفرق معك، يعني بحقيقة بشكل كبير. في نقطة يعني إحنا دائما مثلا ننتقد اتحاد القدم وننتقده مثلا في كثير من قراراته، لجان التحكيم ولجان وبعض القرارات الانضباطية والكثير مثلا من أعمال الداخلية المحلية، لكن على مستوى المنتخب حقيقة لابد أن نقدم لهم الشكر فردا فردا، لابد أن نقدم الشكر أيضا لوزير الرياضة. الجميع موجود ويقف خلف الأخضر لكنهم مختفين، لا يحضر غير اللاعبين حقيقة في الصورة ومدرب المنتخب. يعني مثلا ياسر المسحل موجود معهم في استراليا وفي حتى مباراة اليوم في فتنة، بس ما حد داري عنه، لا فيه يعني أمام الصورة إلا هاللاعبين وهالمدرب المجموعة، الباقيين قاعدين يقدمون فعلا دعم لوجستي بما فيهم وزير الرياضة. لكن فعلا المشهد لهؤلاء النجوم لهذا المدرب، لأنه هو العمل الحقيقي داخل الملعب، فنقدم الشكر حقيقي على ذلك. أنا مرة عجبني كلامكم، أكيد يسعدني، بس علمتني الحياة اني ما اخذ راحتي مره لين اشوف البطاقه هنا كذا طالع واشوفها موجوده في 12 نقطه في الملعب. باذن الله احنا ما نقول وصلنا، احنا نقول المسيره رائعه جدا. انا اقول لك يعني وانا مبسوط، بس الحلو في الموضوع ان المباراه الجايه في نهايه يناير، صح؟ يعني من هنا لين يناير اللعيبه يعني بينسون كميه الثناء الموجوده في مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم انت عندك 12 نقطه في الملعب. أنا قعدت اليوم أحسب اليابان وأستراليا لقيت أنه والله يعني أنت مباراة عمان يعني هي اللي ممكن لو فزت فيها تحط قدم، يعني نقول ها، لكن نقطيا الموضوع لسه في الملعب، وحظوظ اليابان وأستراليا كبيرة جدا إضافة لحظوظ منتخبنا. هي نقطيا محسوم الأمر في ست نقاط، محسوم نهائي بدون نظر. بس أنت الحين عندك مين قدامك؟ عمان والصين استراليا واليابان واستراليا، وجود انت ممكن تحسم التاهل قبل جولتين يا بالحلال من النهايه، انت ممكن تحسم يعني تلعب الجولتين الاخيره وسع صدرك. ما يخالف، انت الحين تجيب لي الست نقاط ووسع صدرك الى بكره ان شاء الله. انت عندك اربع منتخبات قويه، الصين على ارضهم، اليابان على ارضهم، استراليا على ارضك بس يعني كمان منتخب استراليا متمرس، عمان تلعب على ارضك بس ترى فايزه على اليابان على ارضهم. يعني كل المباريات الأربعة مش مباريات سهلة، منتخبنا كثير رائع وممتاز ونقاط حلوة،
بس انا ما احب اطلع على الهواء مصدوم، الله لا يجعلنا نطلع مصدومين. قول يا ابو قول يا ابو نايف. شوف ابو جود، يعني نقعد احنا اذا في ما بنتكلم بالمنطق انا اروح معك، لسه ما بعد سوينا شيء الى الان، الكلام ما بعد خلص، القصه ما بعد خلصت، والروايه ما بعد انتهت، واحنا ما نبغى نهايتها مي كويسه، ولكنها المؤشرات خلينا نقول تبعث الامل عندنا. لذلك اغلب الزملاء يتكلمون عن الحاله اللي وصلنا لها الان، وممكن برضو انها من الخلفيه اللي انت ما انت متوقع المنتخب يوصل للمراحل هذه. بصراحه خليني انا ارجع الوراء واقول مثلا ترى اللي قاعد يصير الان عندنا، يعني اللي قاعد يصير حتى في الكوره حتى في الدوري، وهو نفسه اللي قاعد يصير حتى في مناحي الحياه عندنا في السنتين او ثلاث سنوات الاخيره، لما احنا كنا نتكلم عن الفعاليات اللي من اول احنا نسمع بها ونشوفها ونتفرج عليها، لا راليات ولا فورمولا ولا مباريات ولا ملاكمه، ممكن انت تاخذ وتروح تتفرج حتى موسم الرياض. الان جتك خلينا نقول حكومه ودوله جابت لك كل شيء عندك هنا، لذلك انا اروح مع انك اوكي اللاعب السعودي ممكن ما يحترف برا، ولكن قالوا له لا احنا ممكن نجيب لك دوري هنا ونخلي الدوري قوي وتلعب في الدوري هذا بقوته عندك هنا، نهتم فيك وانت في وسط مجتمعك. طبيعي نتاج اللي قاعد يصير هذا مو شغل، يعني نتاج عمل. احنا مشكلتنا دائما الخوف عندنا وجود، نقول ان احنا نحكم العمل بالنتائج، مع ان المفروض احنا لا، العمل الاصل بعدين نطلع على النتائج. وهذه العقليه المفروض اللي تتغير عندنا، يمكن يتغير عندنا كل شيء. حتى ماجد قال مثلا حسين صادق، وانا جالس اتذكر فعلا حسين صادق ما قد شفته ولا له صوره، واتذكر الدوري السعودي واتذكر اللي على الخط يجون ويطلعون ثم يقول العقليه حقت المنتخب السعودي انا ابغاها نموذج بصراحه. ابو نايف، محمد امين تدري انه في الجهاز الفني؟ نعم، زي المترجم. لذلك انا قصدي النموذج اللي قاعد يصير في المنتخب السعودي اتمنى يعني زي ما يقولون يتفرجون عليه الانديه، وتشوفه الجماهير، ويشوفونه النقاد، ويشوفون كيف هيرفي هذا مسيطر على المجموعه كمدرب فني، كيف اللاعبين حتى المباراه، انا ارجع للمباراه تلقى اللاعب يلعب ويعطي عينه يشوف رده فعل المدرب، وش قاعد يسوي المدرب، العقليه. احنا انا بتكلم على العقليه، خلينا نقول الاستمراريه. من اول في السابق انا كنت اكرر اقول اللاعب السعودي ممكن يفوز الشوط الاول وينهزم الشوط الثاني، يمكن في اليوم تخاف عليها في المباراة اللي بعدها، ممكن مش عارف ايش تحط يدك، وحنا في هالاستوديو هذا كل مباراة نقول والله المباراة هذه اصعب، ونجد منتخب عنده ثبات، عنده منظومة قوية، ما في لاعب بارز فيه، يعني المجموعة اصلا مغطية على الفردانية جوا المنتخب السعودي. لذلك انت لما تشوف، بضرب مثال فهد المولد زي اللي يقول المدرب ترى انت مو معناها انك ترجع بتسجيل هدف، لا، ترجع للمنتخب بادوارك داخل الملعب. انت شفت اليوم اللقطه ولا قطع كلامك اللي كان يجري فيها فهد المولد، وبعدين راحت منه في المقدمه، وبعدين رجع يغطي مع الظهير الين طلعت الكره برا، هيرفي رينار على الخط كان يصفق، واضح انه راضي عن الاداء وكميه الركض والجري اللي سواه فهد المولد. مو على اساس كذا احنا لا نصير اللي احنا نظرتنا العاطفيه هذه، انك اذا جبت هدف انت تراك النجم المباراه، اذا صلحت هدف لا، في واجبات، في شغل لفهد المولد، للكنو، للمالكي، للاظهره، لسلمان الفرج، حتى لو ما جابوا اهداف انا مبسوط. انا انت لما تشوف اللاعبين اساسا وش الواجبات اللي يقومون فيها اذا 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 جت لنا هجمه، وش الواجبات المضاعفة اللي يسوونها إذا صارت الكرة مي معانا، كيف يرجعون؟ أنا أبغاك تتذكرون لي بس هل في هجمات في فيتنام؟ مع أنهم في أرضهم، ولكن أنك تحس أن الملعب هذا كله أرجل خضراء موجودة، والمنتخب الفيتنامي فعلا صراعات موجودة. أنا مبسوط برضو من الثبات الانفعالي للاعبين مع الضرب اللي قاعد يصير، بس ما تشوف لاعب ممكن تنرفز، لا، مركزين زيادة، لأن الفيتناميين يبغى يطلعونك على المباراة، حتى المدرب يبغى يطلع، ولكنك أنت لا، هذه يسمونها كساب الخضرة. لذلك الآن اللي واصلين مرحلة احنا بصراحة المنظومة، قوة المنظومة
اللي عنده اللي ممكن تفرم اي شيء. احنا لما تتفرج على استراليا وتتفرج على اليابان ما تلاقي فيهم اللاعب النجم اللي تقول والله هذا اللي ممكن. احنا من اول نقول واحد اثنين ثلاثه ندور عنده الحل. الان لا، المجموعه كلها تتقدم، المجموعه كلها ترجع تغطي المجموعه، يغيب لاعب الترس شغال بس الله ما تغير وتمشي والناس جالسه تمشي. لذلك انا جالس اتكلم على بصراحه يعني انا راهن مع هيرفي على العقليه اللاعب السعودي، لان اللي احنا داخلين فيها حتى لو احنا قلنا والله فلان افضل لاعب وكان افضل لاعب، ولكن فعلا يعني اليوم مثلا ما شاء الله عليه الربيعي ما حد صار يفكر فيه. احنا امس اول مباراه اللي قبلها نفكر فيه وش بيسوي، اليوم لا خلاص تجاوز المرحله هذه حقت ان احنا نفكر في الربيع. ما عاد هو بهاجس يعني ابدا. البريك كم له غايب على المنتخب ونزل، ولو كانه من ضمن اللاعبين الاساسيين ما عندك اي مشكله في المجموعه هذه، لما تغير نفس الحكايه. لذلك احنا المباريات الجايه الان يعني خلينا نقول الثلاثه اللي يتنافسون، خلينا نسال السعوديه واستراليا واليابان، تراهم بيلعبون المباريات الجايه كلهم في ملاعبهم. عندك مباراه بعد انا اتوقع المباراه المفصله راح تصير مباراه اليابان لانك راح تلعب على 6 نقاط مع مباراه اليابان ان شاء الله اذا عديتها. لذلك خلينا نقول احنا نراهن على عقليه المدرب اللي قدرت تفرض شخصيتها على عقليه اللاعبين. لما تشوف اللاعبين الموجودين في المنتخب السعودي ومدى جريهم، لانه بعض المرات انت تجري وتركض تدري اللي قاعد يقيمك مدرب فاهم كوره، مو باللي جالس يقيمك سين من الناس بناء على هاشتاج ولا بناء على عاطفه ولا على زلقه لاعب ولا طاح اللاعب ولا ضيع كوره ولا لانه امس ما حضر التمرين، يعني يبدا ينتصر لرايه. لذلك احنا شفنا مثلا ردت فهد المولد، وترى على فكره هذه حركه عالميه يعني مو من عندي، ما اسمع الاصوات، واتمنى من فهد برضو انه يشيل عنه وسائل التواصل اذا صارت فيه فعلا تزعجه وهاجس عنده. المنتخب السعودي بصراحه انا جالس اقول انه نتاج من الدرجات السنيه، من انديه، من اولمبي، من فريق اول، في جيل قادم جاي اللي جالس على الدكه برضو ترى ينتظرون في اي لحظه يخفق لاعب يدخلون. نتكلم على ايمن يحيى، سامي النجعي، زي ما قلنا علي الحسن، ناصر الدوسري انا وضع يده وخذ الخانه والمركز اللي راح يقاتل عليه ياسر عشان يرجع للمركز هذا، لانه ناصر جالس يقوم باكثر من دور حتى في وسط المباراه. يعني ممكن تلعب ظهير، ممكن اذا تقدم صار لاعب وسط وضم مع المحاور، واذا تقدم كيف نظرته عاليه جدا. من القضيه الاظهر الان حتى اللعب هي واجبات في النهايه. احنا نقول يعني خلينا نقول احنا شفنا الاضواء من بعيد، احنا كنقاد انا متاكد ان اللاعبين والمدرب لا يقول لا زال الطريق طويل، لا نستكين. عندك منتخبات على فكره تراها يعني راح تشتغل على نفسها اكثر. استراليا مو 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 فريق عادي، محترفين كلهم. اليابان مو فريق عادي لا، والفرق اللي بتجي بتقابلك لا. انت شفت شلون فيتنام اليوم، على الاقل بيطلعون بشرف بيلعبون مع المتصدر الان. انت ما انت جاي كمفاجاه للمجموعه هذه لا، انت الان يجب انك تكون 200% تعطي المجهود. وزي ما قلنا على الاقل بعد شهرين ان شاء الله اللاعبين يصيرون مرتاحين اكثر حتى من الارهاق ومن التفكير. ابو عبد الله باخذك بعد الفاصل عشان ما نقطعك، فاصل قصير بعده نعود. شوف احمد المدرب على فنك وصل اعصار يهز الملعب حاضرين وكلنا سعودي الأخضر هذا
Here comes the champion, faster than any Arabian stallion. Settle for nothing but the gold medallion. Golf icon, Asian legend, worldwide recognized. Sword sharp as a weapon. الأخضر لون السلام لون العلم لون الأمل لون الشعار لون الوطن لون الانتصار لون الأخوة لون الفريق والحياة والأمل والقوة. Celebrating 50 years since the birth, multiple achievements all around this earth. في أرض الملعب الكورة والجمهور من الحارس للدفاع من الوسط الهجوم. آسيا in the history proves it. من يومكم أبطال سعودي movement. It's green time so you better make way. Your repetition pursues you. What more can I say? أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية ماجد توجر وعيد الثقيل ولي السويد ومحمد الماسلي. وفي حلقة تلي أبو عبد الله الحديث عندك عن المنتخب. نبارك للأخضر واللهم لك الحمد على النتيجة وعلى المكان في الصدارة وعلى مكانة الكرة السعودية اللي قاعدة ترجع وقاعدين نتقدم وعندنا مستوى من الرضا والثقة عالي جدا. الآن ما عندنا مباراة قادمة قريبة عشان نخاف من التطبيل أو الدخول في الثقة الزايدة اللي ممكن تأثر علينا. حنتكلم براحتنا. فعلا وصلنا لمرحلة من الثقة تخلينا نشعر بأنه القادم بإذن الله أجمل وأفضل. عندنا شعور بأنه نجومنا على مستوى الثقة اللي وضعت فيهم على مستوى الفني الرائع على مستوى اللي يستطيعون فيه انه بكل جدارة يحملون شعار منتخبنا وعلمنا الغالي جدا. كفريق كرة قدم احنا شايفين فريق متماسك متزن. المباريات اللي نخاف عليه منها انه يدخل الغرور شايفين دخول توازن نفسي عالي وثقة واتزان وتماسك داخل الملعب. المباراة اللي خايفين فيها انه من مفاجآت الفرق اللي أقل منه بدرجات شايفين حرص من اللاعبين وعندهم تركيز عالي جدا. الثقة اللي قاعد يقدم فيها المنتخب والخطوات اللي قاعدين نشوف فيها حاجة تدعو للفخر ومحسوبة لهذا الجيل. أنا ما أتكلم على جيل من اللاعبين، أتكلم على جيل منظومة رياضة سعودية. لما نتكلم على لاعبين لما نرجع للتاريخ لأجيال منتخبنا الوطني عندنا جودة عناصر في السابق ونجوم سوبر ستار وتلمع على مستوى التاريخ أعلى بكثير من اللي موجود اليوم. لكن اليوم لما نتكلم على جيل الكرة السعودية نتكلم على جيل من اللاعبين الرائعين اللي خاضوا أقوى تحدي موجود في تاريخ اللاعب السعودي. لما يدخل مع 7 لاعبين غير سعوديين ونكون قلقانين وخايفين من هذا الفرص اللي أقل واستحواذ اللاعب على الفرص الأكثر وكم لاعب سعودي بيلاقي الفرصة ونلاقي أنه أفضل جيل تقدم في النقاط بشكل خلانا نعيد التفكير في المستقبل وخلانا نشوف أنباء عن إضافة لاعب ثامن ونشوف عن أصبح عندنا مستوى عالي من الثقة في نفسنا في اللاعب السعودي وبدأنا يعني ندخل في أجواء. أنا في مباراة أستراليا دخلت صراحة في أجواء المونديال. يعني أوكي التصفيات هذه فيها وعليها ولها وفي لها حسابات،
ليش ما ندخل بنفس هذا المستوى في معترك زي مباراة أستراليا على مستوى جدا عالي، مباريات كأس عالم في دور الثمانية والستعشر بهذا المستوى والصراع البدني والذهني وكنا قريبين من الفوز وقدمنا أحلى وأجمل مستوى. الهاجس الموجود، أنا في ثاني مباراة في كأس عالم، ليش ما أدخل بهذه الثقة؟ دائما عندنا حاجز كذا نفسي ورهبة اليوم هذا الجيل بإذن الله أنه يكسر هذه الرهبة وهذه الحواجز واللاقي يدخل بأريحية. لو دخل اللاعب السعودي في مباريات كأس عالم بهذه الأريحية والجمال أمام الكبير والصغير وبهذا الإعداد النفسي العالي والانضباط الفني والتراكم الفني اللي قاعد يصير، ثبات في المستوى حتى مع تباعد المباريات والأسابيع شهرين ثلاثة، نرجع ننفض الدوري السعودي وندخل مع المنتخب نقول بسم الله، كل مخاوفنا نحطها على جنب ونلاقي فريق منظومة متماسكة، مدرب على أعلى مستوى من العلامات الرائعة في الكرة السعودية أنه نحصل على مدرب. حتى اليوم هو المدرب يتكلم عن جزء من ذكرياته في فيتنام وكيف تاريخه اليوم حق 7-8 دقائق نزلوها الحساب للمنتخب السعودي، من أروع ما يمكن، والرجل يستعيد ذكرياته وبداياته المتواضعة وفشله وأيام ما لقي فيها شغل وكيف أنه ينتقل ويتعذب وينام في غرفة في ملعب وبناته على بعد 80 كيلو برا العاصمة في فيتنام، وكيف أنه اليوم في هذه اللحظة من في هذه المرحلة من الانتصارات المدرب قاعد يتذكر أسوأ مراحله، قاعد يديك رسالة يقول لك أنه أنا ما وصلت اليوم هنا إلا برحلة عمل طويلة، إلا بصراعات، إلا فاليوم منتخبنا بجهازه الفني، بلاعبينه، بجهازه الفني الرائع، لازم نقول الرائع من اليوم إلى أن بإذن الله ننتهي مشوارنا بإبداع في كأس العالم، بجهاز إداري وقيادي رائع، بقيادة رياضية مع هذا الزخم الكبير الرياضي في كل الألعاب اللي قاعدين نشوفه بشكل مبهر، قاعدين نشوف تركيز وتنظيم في كرة القدم جدا عالي، مع قيادة سعودية قاعدة تدي للرياضة وتربطها بالرؤية بشكل فوق التصور، مع قيادة حكيمة خلتنا نشوف الرياضة جزء من واجهة الحياة وجمال وجودة الحياة، خلتنا يعني نادرة لحظات ما أننا نقعد في برنامج ونمدح العمل في المنتخب السعودي اللي جلسنا سنوات كثيرة كذا وإحنا عندنا جزء من الإحباط، جزء منه متى يرتقي للطموحات. اليوم إحنا قاعدين نتكلم أنه بكرة الغد إيش عندنا، المباريات الجاية نكمل على نفس الريتم ولا في شيء يخوف ولا لا، قاعدين نشوف لاعب يعني 40-50% في المستوى في الدوري بيروح مع المنتخب 60-70% بيعطيك، خلانا ننفصل عن الواقع وإحنا نتكلم عن منتخبنا، لا لعيبة بجيل عقليته الاحترافية قاعدة تتطور. أنا اليوم اللي قاعد أشوفه كمنتخب كفريق كرة قدم قاعد يلعب في كأنه أحس أنه في مصنع قاعد يصنع لمرحلة قادمة، هذا الجيل اللي استطاع بجودة لاعبين متوسطة مقارنة بالنجوم السابقين قاعد يديني انطباع أنه في شيء في القادم مختلف. تخيل لو في 4-5 سوبر ستار صنعوا خلال السنين القادمة وأصبحوا أعمدة في أنديتهم والمنتخب السعودي، نشوف فؤاد، نشوف هريف، نشوف ماجد، نشوف نعيمة جديد، نشوف هذه الأسماء اللي تبرز على مستوى القارة مش مجرد منظومة عمل، حيكون الأمر مختلف تماما. أمالنا قاعدة تشد للأمام مع هذا المنتخب وهذه القيادة الرياضية، نبارك للأخضر. يبقى دائما عندنا جزء من الحرص والحذر والخوف من أي لأنه من خاف سلم، عندنا حب للانتصار، حب للوطن، مرتبطين عاطفيا وجود وجدانيا بهذا العلم الجميل وبهذا المنتخب اللي قاعد يحقق أمانينا ويرضي الغرور كذا السعودي، سعودية عظيمة بمنتخب عظيم بشعب عظيم. فأعتقد أنه القادم أجمل للأخضر، حنستمتع بكل أيامنا وإحنا نتابع هذا المنتخب الجميل، وبإذن الله نتمنى أنه كذا نشوف هذه الانتصارات كمان في كأس العالم، نبغى نخطو خطوة للأمام أكبر وأكبر إن شاء الله. طيب أنا بسألكم بعد الفاصل عن مدرب المنتخب، العشر مباريات الأخيرة 8 مباريات منها كلين شيت بدون أي هدف في المرمى، والأسماء قاعدة تتغير، الرباعي، المعيوف، العويس، فواز القرني، ناصر الدوسري، ياسر الشهراني، مادو، البليهي، العمري، الغنام، البريك، النتيجة واحدة.
مع استراليا، مع اليابان، مع فيتنام، مع عمان، النتيجة واحدة اللي هو الشباك النظيفة. طبعا ليش هذا الموضوع ملفت؟ لأنه نذكر احنا مع المغرب الشقيق في تصفيات كأس العالم 2018 كان المنتخب الوحيد في العالم اللي تأهل بشباك نظيفة. تصفيات كأس العالم 2018 المنتخب المغربي أخذ التصفيات من أولها لآخرها، إذا ذاكرتي جيدة أنه كلين شيت كل المباريات، كان المنتخب الوحيد في العالم اللي ما تسجل فيه ولا هدف. فالمدرب واضح أنه عنده يعني أسلوب ومنهجية في التنظيم ووقفة اللاعبين مؤثرة. بأتكلم عن هذا الموضوع معاكم بعد الفاصل. شبك من شربكك من هزك منه حركك، يا شبك من شربكك من هزك منه حركك، إن كان ما عندك خبر عندي الخبر، هذا البطل اللي وصل سعودي، إيه والله سعودي، إيه والله، والله الله أكبر مروع، الله 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 أكبر مروع، يا شبك من شربكك من هزك منه حركك، يا شبك خطة المرسومة، عزيمته بالساحة عدته وسلاحة، عزيمته بالساحة عدته وسلاحة، هذا البطل اللي وصل سعودي، ايه والله سعودي، ايه والله، الله الله أكبر مروعة، والله الله أكبر مروعة، يا شبك من شربك من هزك منه حركك، يا شبك من أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية ماجد تواجري وعيد الثقيل ومحمد الماسعود اللي سيضيف حلقة الليلة. ماجد هربرينا، أنا أقول هذا الرجل في كل محطة كروية خاضها، مع زامبيا، مع ساحل العاج، أخيرا مع المغرب وأنت تتغنى فيه كلين شيت، أوكي، في كل محطة بوجود يقدم لنا أو قدم لنا سحر كروي غير طبيعي. أبو عبد الله محمد الماس قبل شوي يستشهد فعلا لما أقول فهد السليم ونجاح العمل الإعلامي على مستوى إدارة المنتخب، هذا الرجل الهادي اللي يتعامل مع جميع الإعلاميين بميزان واحد، لما يقدم لنا فكر مثل هذا أنه شوفوني أنا كيف بديت في مرحلة وكيف كنت محبط، وزي ما قال أبو عبد الله اليوم شوف واحد يقود الكرة السعودية إلى أيضاً زي ما قلت 8 مباريات شباك نظيفة، ويحقق العلامة والصدارة، أوكي، أقرب منافسيه اليابان فرق 4 نقاط، يعني تحتاج لا قدر الله اليابان حتى توصلك أنك تخسر خسارة وتتعادل المباراة بعدها، ومع هذا يتحدث اليوم وش يقول أبو جود؟ يقول أنا محظوظ بأني أدرب المنتخب السعودي،
شوف اللي هو من صنع المنتخب السعودي الحالي. خلينا واقعيين اليوم، انت تقول يغيب ياسر الشهراني، يغيب عبد الله العمري، يغيب مادو، يغيب البريك، يغيب سلطان الغنام، يغيب سالم الدوسري في مباريات ماضية، يغيب سلمان الفرج، ويعطينا ويقدم لنا منهجية واحدة وتكتيك واحد عنوانه الانتصار والفرح مع الأخضر السعودي. أنا هذا الفرنسي قاعد يقدم لنا هذا، ويزيد عليها يقول أنا محظوظ أن أدرب المنتخب السعودي وعندي في كل خانة على الأقل 2 لاعبين وعندي لاعبين موهوبين. شوف أنا لما أكون زي سلمان فرج وهو يتحدث قبل أحد المباريات، أي تحديدا قبل مباراتنا أمام اليابان في جدة، بلغة مع اللاعبين، اللاعب الكبير هو اللي يظهر في هذه المباراة. هو ما سلمان ما وصل إلى المرحلة ذي كقائد إلا من خلال القائد العظيم، القائد الكبير، المدرب الفرنسي. هذا هو من صنع أبو نايف قبل شوي في حديثه في التقديم يقول اللاعبين تحس إنهم يلعبون الباص ولا يلعب الكرة، وهو يناظر مين؟ المدرب. يناظر المدرب. معناته لما يكون مدرب متفرغ إلى عمل فني ويدير المنظومة كلها وفقط الموجودين الباقيين يقدمون التسهيلات، هنا الناتج الحقيقي. أنا بتذكر في مرحلة من المراحل مع المنتخب السعودي عمل هذا الإجراء، وتحديداً مع هانجيم في مرحلة الأمير تركي بن خالد، كان عبد الله الجربوع ومحمد النويصر مساعد مشرف وكذا، هذولا دورهم فقط أمور لوجستية. يعني هانجيم هو اللي كان يحط هانجيم شو اسمه فاندرليم سوري فاندرليم هو اللي يحط الخطة كاملة، من متى يصحون متى ينامون، وجبات، تمارين، كل شيء، من اللي عنده تمرين مكثف، هو الرجل. لذلك هذا العمل اللي قائم أساسا في كل دول العالم، في كل أندية العالم. أوكي، بس أخيرا يعني مثلا أنا عشت مرحلة مع مانشستر، انت تعرف ان فيرغسون عشان يطلع معانا مثلا كريستيانو، المدرب هو اللي قرر وهو عمل اعلامي، عرفت شلون؟ لذلك اذا وضعت الامور في وضعها الطبيعي، طبيعي ان ينتج عنها 16 نقطه اقرب منافسيك تفرق عنا باربع نقاط، الثاني تفرق عنا بست نقاط. فاقول هذا رجل يعني ضلتنا، واتمنى واطمح وامل أن يكون هناك عقد طويل معه، لأنه مدرب متميز ولا نفرط فيه زي ما فرطنا في مرحلة سابقة مع مارفك. أبو نايف، والله بوجود شوف طبعا النتائج، يعني المدرب الآن حاليا نتائجه هو تتكلم عنه، عمله يتكلم عنه، خلينا نقول اللاعبين وثقتهم فيه برضه واضحة، وهو أيضا قاعد يعكس ثقته بمجموعة اللاعبين، دائما يتحدث عن الطموح، عن الرغبة، عن الروح، عن العمل، كل الأشياء هذه هو جالس يتحدث فيها، لدرجة خلينا نقول في آخر تصريح قال له صعب دخول أي لاعب في المجموعة هذه اللي معاي إذا ما عنده الروح والرغبة في العمل. كرر العمل، يتكلم في العمل. فلذلك هو زي اللي يقول للاعبين بدأ اعمل أنت، والمنتخب الآن مفتوح لك مو مسكر عليك، وانت يا اللاعب ترى الخانه هذه مو حكر عليك. ولو تشوف المنتخب السعودي بتشوف نموذج برضو من شخصيته، احنا لو تتذكرون لقطه فراس البريكان، يعني فراس البريكان الكره افتقدناها احنا، هذه يسمونها اللياقه الذهنيه، كيف تحول ذهن اللاعب من الهجوم للدفاع للضغط، فضغط على اللاعب، فهذا المولد في ذيك اللحظه اللي فقدناها تحول دفاعيا، فجأة لقيتها أنت مع ضغط البركان هجومياً صار. هذه كلها لما نشوف التأشيرات خليك مركز، التحولات هذه المخ هذا هو اللي جالس يعطي الأوامر للعضلات، فتشوف اللاعبين في تحولات ذهنية رهيبة داخل المباراة. وبوجود تكلم عنها مثلاً لما قال في المباراة تشوف فهد يتقدم يضغط بعدين فجأة تقطع كرة يرجع مرة ثانية يغطي مع الظهير، ترى هذا اللاعبين كلهم جالس يشتغلون على الشغل هذا، جميع لا تشوف برضو كنو، تشوف برضو المالكي، تشوف الضغط بادي من قدام. علشان كذا لما نتكلم على كيف عدم تأثر
حتى احنا نتغير في المدافعين. احنا مشكلتنا الحين نتفرج على المباراة ونشوف اخر لقطة واخر لاعب صدمت فيه والله هو سبب الجول. خلاص خلاص هو اللي ضربت فيه بس صدمت فيه ضربت في الكعبة هو اللي غلطان. بس في الاصل تلاقي المجموعة هي عملية اخطاء متراكمة. تلاقي المدرب ما يلوم اخر لاعب، يلوم اللاعب اللي اخطا في الباص، يلوم اللاعب اللي ما افتح له الملعب. لذلك المدرب نظرته مختلفة عن نظرتنا الكورة. احنا ننظر اللاعب اللي معاه الكورة، ولكن في بعض المرات اللاعب اللي معاه الكورة ما تلومه، اللاعبين اللي معه ما يفتحه. لا، المنتخب السعودي انت تشوفه لما يستلم اللاعب الكورة عنده خيارات كثيرة وكل واحد عنده واجبات. وهذا اللي نتكلم عن شخصية المدرب فعلا زي ما قلنا احنا، تجربة مارفيك بعدين تجربة احنا عندنا صارت مي كويس، بعدين جينا على تجربة اللي هو الان هيرفي. التجارب هذه انا اتمنى برضو خلينا نقول نستفيد منها في انديتنا السعوديه ويطلعنا المنتخب. احنا من اول نقول الانديه هي اللي طاغيه على المنتخب، لا، الان نتمنى فعلا تجربه المنتخب تنعكس على انديتنا السعوديه. فاصل قصير بعدهم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في أنف المملكة العربية السعودية، ماجد وجري وعيد الثقيل وعبد العزيز السويد ومحمد الماصلي. وفي حلقة الليلة نشوف تقرير عن نجم المباراة من وجهة نظر فريق الإعداد. فهد المولد قدم مباراة كبيرة اليوم. فهد المولد يتعرض لحالة من الضغط الجماهيري والإعلامي على اعتبار مثل ما قال أبو نايف أن يعني يعتقدون أن العودة لازم تكون من خلال تسجيل هدف. طبعا الاتحاد الآسيوي اختار صالح الشهري نجم المباراة على اعتبار أنه الهدف اللي كان غير شكل المباراة. هو قدم مباراة ممتازة صالح، لكن فهد اليوم قدم أدوار يعني هجومية ودفاعية. حتى في المباراة الماضية ما كان راضي يغير المدرب بسبب الأدوار اللي قاعد يقدمها. محمد، يعني كل لاعبين منتخبنا يعني الثقة فيهم عالية كبيرة جدا، ومنهم فهد المولد. عندنا فصل كبير بين اللاعب في الدوري السعودي واللاعب مع المنتخب، الكل قاعد يأخذ فرصته ويقدم الأداء. وفهد اليوم قدم مباراة رائعة، كان صاحب الهدف، صناعة الهدف الحاسم للمباراة، وصاحب هدف ملغي يعني ونتكلم دائما عن اللاعب. طموحنا انه يكون فهد افضل وافضل. عارفين انه عند فهد اكثر من كذا بكثير من الامكانيات. نعول على اجتهاده الكبير داخل الملعب وفي ناديه
ونعول كثير على التطور ذهنية اللاعب، يشتغل على نفسه أكثر، ونعرف أنه فهد المولد يعيش ضغوطات كثيرة موجودة، محتاج يصفي مخه من من هذا الضجيج اللي حوله شوي ويركز، يحتاج يركز. يعني خلينا ناخذ نماذج، نتذكر مرحلة حس يا سالم، واحد موهوب جدا اسمه سالم الدوسري، وهو واحد موهوب جدا اسمه فهد المولد. التطور اللي صار عند سالم الكبير جدا مع أيام، كنا نعرف أنه عنده ذخيرة كبيرة من المهارات وما قدم شيء مقابلها، اشتغل على نفسه، قدم كثير، وإحنا نعرف من الملعب أنه اشتغل على نفسه داخل الملعب وخارج الملعب، وسد إذنه فعلا سنين بعيد عن الإعلام، ودخل قدم لنا أداء رائع، واليوم نقول أفضل لاعب سعودي موجود حاليا، ونقول على فكرة يتفوق على 70-80% من اللاعبين الغير سعوديين، وقاعد يقدم لنا نموذج رائع جدا. فهذا المولد يملك من الإمكانيات، وشفنا اليوم شيء من الإمكانيات، شفنا اليوم شيء من إمكانيات فهد الحقيقية، شفنا اليوم قدرة فهد على جري مو طبيعية ما شاء الله تبارك الله. شفنا اليوم فهد عنده أكثر، اللي أهلنا قدام اليابان بذيك الكرة الخرافية، اللي اليوم لما تتكلم على مهارات اللاعبين العالميين، الجمهور السعودي والاتحادي قاعد يديك المهارات مشابهة لكامل الأهداف اللي موجودة عالمياً لفهد. فهد يقدر يديك أكثر بكثير من الحالي، لذلك إحنا نعول على أنه يجتهد على نفسه أكثر، يقدم أكثر. ما ينفع اللاعب السعودي يعيش في ضغوطات عالية جدا، ومتأكد إنها مش من البيئة اللي حوله، إنها نصها من تركيزه على نفسه. يعني ما ينفع إنه في نادي يشعر بضغوطات عالية جدا والمنتخب يديله راحة نفسية وبيلعب بأريحية. طيب متى المنتخب ما بيشيلك؟ دائما في عندك، لازم أنت تشتغل على نفسك وتقدم أفضل مستوياتك مع فريقك، وتخلي المدرب دائما عينه عليك انك انت النجم اللي موجود على يمناه، يدخلك الملعب وانتهى الموضوع. لكن في سلسله من الضغوطات النفسيه اللي قاعد يعيشها فهد، والمنتخب قاعد يطلع فهد من الاجواء ويقدم اجواء جيده. ما حيستمر الوضع كذا للامام، اذا استمر على مستوياته في الدوري بهذا الشكل والذهنيه اللي خارج الملعب وعدم التركيز، بعد فتره اخشى انه نخسر نجم كره كبير جدا مع منتخبنا. ما نبغى احنا، عشان كذا انا قاعد اقول نعول على عقليه اللاعب السعودي، نبغى عقليته عاليه جدا، ذهنه حاضر جدا، شغال على نفسه طول الوقت، عارف انه منتج، مدير للاموال لنفسه، لعائلته، لمستقبله، مدير للبهجه. كلنا قاعدين نشوف يعني المتعه اللي بيحققها لنا، الانتصار لنفسه، السي في الكبير اللي قاعد يحققه لنفسه، هذه كلها اشياء يقدر النجم انه يحط على نفسه. لكن اذا انتقدنا فهد في يوم من الايام فهو من محبه. ما ينفع النجم على مستوى منتخب سعودي يكون عايش الضغوطات الرهيبه في ناديه بهذا الشكل الرهيب. يعني ما نبغى، صعب جدا انه لاعب بعقليه، لازم اقولها، صعب جدا انه لاعب بعقليه لاعب يصل لمنتخب سعودي ويقول لفريقه أنا ماني قادر ألعب المباراة الجاية، نفسيتي ما فين، الضغوطات وتسعة عشر سنوات وأنت تلعب بعقلية وبخبرة كبيرة جدا، أنا ماني قادر ألعب المباراة الجاية، مش هذه ذهنية اللاعب ولا ثقته في نفسه اللي نحتاجها. فهذا اليوم أدانا شوية، متأكد أنه حيرجع أفضل وأفضل. شوف اختياركم فهد المولد بيخليني أتكلم أيضا عن حرفي ريناد. طبعا أشوف أنه أكثر من نجم، يعني ما استغربت انه اختيار فهد المولد، ولو اخترت اسم اخر بعيد الكلام، لانه يستحقون وفعلا المنتخب يلعب كمنظومه، وهذا دور اللي قاعد يسويه هارفي ريناد. اولا لاعبين الاخضر، بس عشان انه مرتبط الحديث بفهد المولد، عليهم ضغط اقل، وعلى هارفي ريناد ضغط اقل من انديتهم. يعني معلش النصراوي او الهلالي او الاتحادي او الاهلاوي، على الاقل الانديه الجماهيريه، يتعصب النادي اكثر ما يتعصب الاخضر، هذا مفروغ منه. لو تيجي تقول للنصراوي ولا الهلالي ولا هذا فريقك ولا المنتخب، قال فريقي يكسب. فالضغط اقل على المنتخب. ايضا هارفي عنده مساحه كبيره من اللاعبين انه يختارهم، 60 لاعب. فايش قاعد يسوي؟ هو مطلوب فهد المولد، مطلوب منك اشياء تعملها داخل الملعب، الباقي مو شغلك انت. مو هو مطلوب منك انت اللي لازم تسجل، وله هذا لازم تقوم بأدوار. عشان كذا نشوفه حتى ما يتغير، لأنه دوره قاعد يقوم فيه لنهاية المباراة. لكن شوف مثلا اليوم صالح الشهري اللي جاي بالجول، جاء أخرجه وأشرك في رأس البريكان، ترى ما كان هدف ريناد أيضا أنه تعزيز النتيجة،
زي مثلا البعض مثلا يعتقد، لا يبغى الدور اللي ما استطاع أجهد صالح الشهري انه يكمل عليه انه يقوم فيه فراس البريكان. عشان كذا حتى وفراس ما سجل اليوم قدم في الدقائق اللي لعبها مستوى كبير وقدم المطلوب منه. هذا دليل على سؤالك انك تتكلم انه ليش المدافعين او انه كلها كلين شيت يعني بالمنتخب السعودي. البليهي والعمري ومادو ترى ما حد راضي عليهم في انديتهم، جماهير انديتهم ما راضي عليهم، يتعرضون للانتقادات دائما، لكن شوفهم مع المنتخب اقل اخطاء. ليه؟ لانه ما عليهم الضغط الكبير والجسيم. لا، الكل يدافع حتى راس الحربه. تشوف صالح الشهري يرجع، مو مطلوب منك بس انت توقف تنام هناك وتسجل ولا الناس بتخدم عليك، لا عندك ادوار ما سويتها ما راح انتظرك. لكن عندنا في الانديه والضغط الجماهير يقول لك لا خلي والله حمد الله ولا خلي قوميز حتى نهايه المباراه يمكن يجيب لك جول. طيب ما ادى ولا هو قاعد يعطيني اللي طالبه منه. هذا مو عند هارفي رينارد يعني في المنتخب. بس قصير بعده العب 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 وهز شباك الملعب وخلي الخصم اهلا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من الحلقه، وصلنا للختام. نشكر الشباب الموجودين معنا اليوم، ماجد تواجري، عيد الثقيل، عبد السويل، محمد الماس، الف 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 مبروك للاخضر. ان شاء الله نهايه يناير نحتفل بالفوز على المنتخب العماني ونروح خطوه قدام في طريقنا للدوحه في امان الله. الخصم يتعب